منطق النظام العسكري في مشهد الحرب على الشعب بالدبابات والآليات الثقيلة يظن فيها أنها المنجى له من ثورة شعبية تعصف بأركانه هنا في حماة التي قطعت كغيرها عهدا على نفسها ودماء شهدائها بعدم العودة إلا بتحقيق مطالب السوريين. مع بزوغ الشمس خرج الطلاب الحمويون من حي غرب المشتل واللطامنة والقصور بملابسهم المدرسية معلنين الخروج من قمقم النظام الذي قبع فيه آباؤهم وأجدادهم هؤلاء الذين خرجوا من أكمة الزهور ليكونوا الأمل الحقيقي لسوريا المستقبل. السوريون يصرون على كشف أكاذيب الإعلام السوري وهم في قلب الحدث يرون ويسمعون ويروون قصصا لا تنتهي كلما طال حبل التضليل فيما يعلن التلفزيون السوري أن مجموعات إرهابية في حماة اختطفت رئيس بلدية قرية الجلمة محردة ممدوح رسلان عرب ومهما كثرت المآسي يقترب النصر يقول الأهالي هنا الشهيد أحمد محمد رشاد الإبراهيم من مورك بحماة يردد مشيعوه هتافات أبلغ من شعارات النظام الممجوجة وفي مبادرة تؤكد على سقوط أركان النظام بعيون السوريين قام المتظاهرون في مدينة حماة بحرق نسخ من بعض الجرائد والمجلات الرسمية الصادرة باسم النظام وحلفائه خاصة الروس وذلك في مظاهرة كبيرة في مركز مدينة حماة في شارع المرابط تعبيرا عن نبذ التشبيح الإعلامي ضد أهالي حماة وشعب سوريا الثائر على الظلم يا بشار اسمعوا شوف حماة 10 2005 حرق الصحف الرسمية وفي ظل التعتيم الإعلامي الخانق في سوريا يقول الأهالي وتتناقل وسائل الإعلام العربية والدولية عن وجود مقبرتين جماعيتين في مدينة حماة واحدة قرب قرية الخالدية وأخرى خلف مبنى الأمن العسكري في المدينة لافتين إلى أن الأهالي لا يستطيعون الاقتراب من المكانين بسبب الحصار الأمني المشدد المفروض عليهما حصار لن يدوم طويلا يقول السوريون السائرون في ركب الثورة ويعيدون حرية جنابات حصر عنك يا